الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيل الطيب في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص. إشارتك بوأويك ابن دقيق وأمثال أبيشك طيب بها صفات أزانن باسم نايزانن، ولو علم نشيك طيب بها صفات أزانن باسم نايزانن، وكل سفيان كوري عيينة إمام خطابي بيهقي وقرطبي وابن القيم وابن حجار وإمام السعدي وغيره أوانا شندق لعلماء. فأبوك يا شيخي قولني أقر كسي طيبي بصفة زاني يان باسم زاني، لكن أثمان على الصحيح إن شاء الله طيب اسم نك صفة، هرشان أمو اسمك الشتايا صفتيايا دون العكس، دون العكس أجر تعني من إن شاء الله موفق بنا دستكيت له بس يواء كين كا طيب شون اسمه وراجح بوشي راجح طيب اسمه ودليل لسر ترجيح شيبا إذن إخوة. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. أم حديث شكي كتلا لو حديث قرنقاني كا بناغ كان وقاعد كان يستعمل لسر بنياد نلاوة وأحكامي كزور لسر أما بنياد أنريد. وهروها لم حديث دا بلقي وهاتوا كام إيمان داران هان أدات بو أويكا لمالي حلال نفقبكن صدقبكن ببخشن، ونهي شانكات قد غشانكات لمالي حرام نفقبكن، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصة لا شبهة فيه. چه بوشاك چه خوراك چه خوارد نوام همو أوانا في ويستا لمالي حلال بن حلال شيء ظاهر واضح كشي تانبه شبهي تانبه. وهركسيكيش أيوه دعاء بكات دعاء كشي قبول به في ويستا قرنجي بوابداد بايخ بوابداد كهمو مشتانا حلال بن فاق بن. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو. هركسي صدقيش كيت واركس نفقيك بخشيوا يان نفقيك جان بوكسانيك نفقت يان نسري واجبة في ويست باك بيت دور بيت لهمو شبهيك وحلال بيت چونك تنها أو صدقية أو نفقية قبول بيت وأوشخ تعالى قوري أكالا يخوي لقيامته. وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على أكله ولا يقبل الله عمله. خواردنك باخوش بيت باتا مشجكي هبيت بلا مقر حلال نبو أو أبيتا نقبتيك بدبختيك أبيتا قرسايك لسري تاوانك لسري أو كسيك خواردويتي وخويتا علاك الذو كانشي بهوي أو قبول ناكر. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر إلى آخره معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات. سفرك إلى طعابه نك سفرك إلى معصية بيت أشعث أخبر يعني سفرك إلى مباحات بيت ها شو بيبو ياري لشارك وبوش شارك كتير يعني لهن ديشتي مباحة إيش أجري تانية نا في الطاعات في وجوه الطاعات لحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر. لقلوش وجوه برا بلان مانع هبو دعاكي قبولنية. ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه وملبسه حراما، فكيف بمن هو منهمك في الدنيا. أما كسيك أقر خليك الطاعات بيت قبولنية شجاي أقر كسيك كا كوتبت النيو دنيا وروتشو بيت غرق بو بيلا لدنيا أو في مظالم العباد يان لكم الله تعالى
ومرة حقوقك كحق خلقي تايا أو من الغافلين يعني كسي شي بأعجابت هل أصلا وجوه خير وعباداتي نبيت ودعاش بكات وقوله يمد يديه أي يرفعهما بالدعاء أي يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه لقلوا في شوانو سر في شيخ تعالى أكاد وهذا الشيخ برزكاة قوله وغذي بالحرام هو بضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة يعني غذي بالحرام بضم الغين المعجمة كاتي الغين المعجمة ما بس أويش نيوتو المهملة كاتي خوي نقطة نبوة لكون دا بوي عين لغين جا كينوا غين كنسلاوة نسلاوة بضم العين نا نقطة سروي هبوة نا نقطة خواروي شي هبوة بوي بزاني غين النق عين وتلاوة المعجمة بلا ما قر مهملة بوايا عين بوايا أنسلا بضم العين المهملة معجمة ومهملة دوم الصلاح بو تنقيط بكار هينرين هو بضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة غذية تخفيف نك غذية وقوله فأنا يستجاب له وفي رواية فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب له شون والله مدريته ينبو أو شتيك دوايك شون والله مدريته يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته شون والله مدريته كسك صفتي واي مطعمك ومشربك وهم واني حرامة فإنه ليس أهلا للإجابة لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى لكن يجوز خوي تعالى والله مناداته أوها أصلا لكن التجويز العقلي أقول خوي تعالى والله مش داية ولقل حرامي تجدا خوي تعالى أتواني أنا أتواني ما قلت ليبي أما مرجنية لسر خوي تعالى أقول كسي مالك حرام بو مشربك ملبسك يتلقى خوا والله مداية والظلم بيت نعم وجائزة لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له بلامشي تفضلا تفضلك وفضلك ولطفا وكرما نك عدل تفضلا ولطفا وكرما والله أعلم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح أم حديثا إمام الألباني تصحيح كدوى في صحيح النسائي وفي الإرواء كنيي حسني كري علي كري أبو طالب أبو محمد أم حديثا لغير حسن شوا كم كسي كثير رواية كدوى وفيه عن واثلة ابن الأسقع وابن عمرو عفوا وابن عمر نك عمر وابن عمر وأبو الدرداء ووابصة بن معبد وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والنعمان بن بشير أم صحابي أنا شحال محدثين رواية كدوة بباريك ما عن واثلة بن الأسقع وابن عمرو وأبي الدرداء ووابصة بن معبد وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والنعمان بن بشير أما كأم حديثك عليه رواه الترمذي والنسائي غير الترمذي والنسائي رواياتيا كدوة إمام النسائي كرواياتي كدوة للسنن الكبرى شيئا ولا الصغرى يعني للمجتبى شيئا ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى والبزار في البحر الزخار وابن الأعرابي في معجمه والدولابي في الذرية الطاهرة وأبو داود الطيالسي والدارمي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو نعيم في الحلية
وأبو يعلى الموصلي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والطوسي في مستخرجه والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإمام والبغوي في شرح السنة وذكره الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان وأبو بكر الأبهري في فوائده وأبو القاسم المهرواني في المهروانيات وأبو طاهر السلفي مكسر في الأحاديث المنتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني وضياء المقدسي في المنتقى من مسموعات مرو وابن سعد في الطبقات الكبرى وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق وابن عساكر في تاريخ دمشق همو أمانا حديثان روايات كدوة همو أماني كخين موا لمخرجون حديث حسن كري علم بزده هر هميان حديث عليا حسن كري عليا روايات كدوة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قوله يريبك يروى بفتح الياء وضمها يعني يريبك من أراب يريب أفعل يفعل ومن راب يريب فعل يفعل والفتح أفصح وأشهر فتحش فصيحتر ومشهور تريشة يعني يريبك ويجوز الضم يقال رابني الشيء وأرابني راب لقل أراب ومعناه اترك ما شككت فيه هاتي اشتكى قمان شك دودريد هيري وازل بنا وعدل يعني مل بشو بلايشي او وازل بنا شو ايتر وعدل الى ما لا تشك فيه معناه يم حديثيش هاتي اشتكى قمان ليها بونت زاني حكمك ايتشيا بشو بو اصلكيك لسريتي هذا راجع الى معنى الحديث السادس وهو قوله ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وقد جاء في حديث آخر يعني هذا المعنى جاء أو ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس وهذه درجة أعلى من ذلك يعني إنسان نابت متقي نابت كسي كيخو باريز تاشتك كا يعني هشي شتاني أقل بيكي فلان نايكي نكشتي كتابه شتك حلالة بيطلن حلالة فلان ناشيكي خوتي ليدو لقري بوي خو باريز بي نكويت ناو أوشتهي كان نوا حرام بي نوك حرام بي أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس أم حديثش أميكا وقد جاء في حديث آخر حديث كحديث عطيي سعدية عطيي كري عروة معروفة بعطية السعدي هو من حديث عطية السعدي صحابية عطية بن عروة عندك العلماء وتيانا عطية بن سعد يقال ابن سعد ويقال ابن عمرو بواو ويقال ابن قيس إمام الترمذي حديث روايات كدوا رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة والقضاعي في مسند الشهاب وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والدولابي في الكنى والأسماء وابن بشران في الأمالي لكن أم حديثة هندق لمحققين تضعيف ينكدوا هندق لمحققين تضعيف ينكدوا يكيق لوانيك تضعيف كدوا ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي وضعيف الجامع الصغير وضعيف ابن ماجة المهم أم حديث المحققون تضعيف عن كدوة والله أعلم في بيسي بدراسي زيادة لكن
هل أو أن أجر اكتفاب كين بخمان إزدا ضعفه العلماء يا ضعفه الألباني باشا بلا كان موفق بارك الله.